التأويل ما كناش نضطر ان احنا نعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الامر، يعني لا يوجد امر بأمر معتاد ان ترفض شحنات طول الوقت او تقبل من اي منتج، لكن تم تأويل الامر ان هناك شحنات من القمح الضارة بصحة الانسان، وان هناك قمح مسرطن، وان هناك وتم بقى تناول الامور بطرق كثيرة جدا ليس لها اي اساس من الصحة، عدا ان كانت هناك شحنة قادمة من فرنسا حال وصولها الى ميناء الوصول في مصر، وكما هو معتاد ذهبت اللجان لفحصها، أجيزت من الصناعة والصحة ولم تجتاز الفحص من الحجر الزراعي. على فكرة كل جهة فحصها له هدف، كل جهة فحص الخاص بها له هدف، فهذا ليس تعارض. فحص الزراعي وجد أن هذه الشحنة وفقا للفنيين المعنيين المختصين في الحجر الزراعي أن هذه الشحنة ارتأت الجهة الفنية أنها غير مطابقة للمواصفة الزراعية، المواصفة بتقول فيها تفاصيل كثيرة لكن هناك نوع معين من الفطر اسمه أرجوت متجاوزة النسبة المسموح بها، النسبة المسموح بها 5 في 10,000، وتصرفت التصرف الطبيعي اللي بيحدث مرات ومرات في أي شحنات تدخل البلاد من أي منتج لأنها الجهة ذات الاختصاص، فأقرت أن هذه الشحنة مرفوضة نظرا لتجاوزها النسبة المطلوبة.